السلام عليكم، معكم مصممة فاطمة سارة الحمدوني، معروفة بأناقة بلادي، منظمة الشوتينغ أناقة بلادي اللي كيفتح الأبواب ديالو للعارضين والعارضات المبتدئين والمبتدئات. كنعاونوا هاد الناس باش يحققوا بعض الأحلام ديالهم في مجال الموضة والأزياء، خليناهم يعيشوا طقوس ديال عارض أزياء محترف بالنصائح اللي قدمناها لهم، بالتدريبات اللي عطيناها لهم، وبجلسة التصوير المحترفة اللي دوزناها معاهم بالقفطان المغربي الأصيل، وبالنسبة للعارضات وبجبادور وبلي كوستيم بالنسبة للعارضين. هذا الشيء كامل كيرجع الفضل لي زاسيستون اللي وقفوا معنا، الله يجازيهم بخير. كنشكر مسيو بدر على المجهودات الجبارة ديالو اللي قامها معنا، كنشكر لي فوتوغراف منهم مسيو عزيز، مسيو نور الدين ميراد، كنشكر رياض عمور على الثقة ديالهم فينا.